الأحرار أيتها الحرائر، لم نسمع من كثير من الذين كنا نتوقع بل نتعشم فيهم ومنهم أن يقولوا للوطن عندما يراد له الانحراف ويراد له أن يسير خارج ركب ثورته، ثورة 17 من فبراير، لم نسمع منهم لبيك يا وطني، لقد سمعنا لبيك يا حزبي، لبيك يا مجلسي، لبيك يا أنا. أتتغول الأنا على الوطن؟ أيتغول الحزب على الوطن؟ أيتغول المجلس والمدينة على الوطن؟ كلا ولا، ولن نسمح بذلك. وعندما ينادي الوطن كما هو ينادي الآن، فإننا يجب أن نردد وبصوت واحد وعلى قلب واحد وبقوة، لبيك يا وطن البطولة كلنا نفدي الحمى، لبيك يا وطن البطولة كلنا نفدي الحمى، كلنا نفدي الحمى، لبيك يا وطن البطولة كلنا نفدي الحمى، كلنا نفدي الحمى، كلنا نفدي الحمى، لبيك يا وطن البطولة كلنا نفدي الحمى، لبيك واجعل من جناجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك واجعل من جناجمنا لمجدك سلما سلما سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء الشباب له الدماء، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء الشباب له الدماء، لبيك 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 يا وطن البطولة كلنا نفدي الحمى كلنا نفدي الحمى، لبيك واجعل من جناجمنا لعزك سلما لبيك 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 لبيك. هذا هو نداء الوطن في مراحله التي يمر بها وهو يئن من جراحه. يجب أن نقول وعجلت إليك ربي لترضى، لبيك يا وطني، أن نكون جدار الممانعة في وجه المؤامرة، وأن نكون صف من أجل بهذه اللاءات وبهذه التلبيات، بعد الله تبارك وتعالى سينتصر الوطن ويتعافى من جراحه بإذن الله. تكبير تكبير تكبير. الكلمة الآن للأستاذ عبد الرؤوف المناعي، فليتفضل مشكورا. الله أكبر. بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي في الحقيقة ليست كلمة وإنما مذكرة تم إعدادها بخصوص مزدوجية جنسية، سنسلمها لرئيس المؤتمر الوطني العام واللجنة التشريعية الدستورية، فأعتذرنا إحاطتكم بها إن شاء الله. الموضوع مذكرة بشأن طلب إسقاط عضوية من المؤتمر الوطني العام. طبعا المذكرة هذه تم إعدادها من قبل فريق قانوني بمعية تنسيقية العزل السياسي. أنا هنقرأ عليكم المذكرة إن شاء الله. لاحظ أعضاء تنسيقية العزل السياسي
احدى منظمات المجتمع المدني بليبيا انه بعد انتهاء الثوره 17 من فبراير المباركه عودت بعض الاشخاص ممن كانوا مقيمين خارج ليبيا لفترات طويله اليها واكتسبوا جنسيه اجنبيه اثناء بقائهم خارج ليبيا ودون اتباع الاجراءات التي رسمها القانون لاكتساب جنسيه غير الجنسيه الليبيه ولم يصححوا اوضاعهم في هذا الشان حسب ما نص عليه القانون في هذا الصدد. ولما كان قانون الجنسيه الليبي رقم 17 لسنه 54 المنشور بالجريده الرسميه رقم 3 السنه الرابعه الصادر في 25/4/55 قد نص في مادته التاسعه على انه يفقد الليبي جنسيته اذا اكتسب باختياره جنسيه اجنبيه بشرط ان يخبر وزير الداخليه بذلك، واذا فقد الاب جنسيته الليبيه تبعه في ذلك اولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد، على انه يجوز لهم ان يستردوا جنسيتهم الليبيه بتقديم اخطار لذلك الى وزير الداخليه خلال سنه من بلوغهم سن الرشد، ويشترط ان يتخلوا عن الجنسيه الاجنبيه، كما نصت الماده التاسعه من القانون رقم 47 لسنه 76، اي كل قوانين الجنسيه الليبيه نحن اطلعنا عليها. الصادر في 22/6/76 المنشور بالجريده الرسميه العدد 43 السنه الرابعه عشر بتعديل بعض احكام قانون الجنسيه رقم 17 على انه يفقد المواطن، طبعا في ذلك الوقت كان جمهوريه، يفقد المواطن جنسيته اذا اكتسب باختياره جنسيه اجنبيه ما لم ياذن له بذلك وزير الداخليه لمبررات يقبلها، واذا فقد الان جنسيته الليبيه تبعه في ذلك اولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد. وايضا نصت الماده الثامنه من القانون رقم 18 لسنه 1980 بشان احكام الجنسيه المنشوره بالجريده الرسميه العدد 19 لسنه 1980 على انه يفقد حامل الجنسيه العربيه، هذا ما يسمى بالعرب الذين اعطاهم المقدور الجنسيه العربيه، إذا اكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك ما يسمى باللجنة الشعبية العدل، إذا فقد الأب جنسيته العربية تبعه في ذلك الأب. وأكدت على هذه المعاني والدلالات المادة الخامسة من القانون رقم 24 لسنة 2010 بشان أحكام الجنسية المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 11 وهو آخر قانون في هذا الشأن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد نصر الوغى ها هو قد لاح نصر القضاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ها هو فجر ليبيا مشرق بعد طول بلاء وابتلاء. الله أكبر. ها هو نفع الناس ماكث في الأرض وقد ذهب الزبد جفاء. الله أكبر. سبحانك ربي كيف رضي الانفصاليون الحكم قبل صدوره بالمساء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك ربي كيف تنكر أولئك لما التزموا به ثاني يوم بالضحى. الله أكبر. هم اليهود فاحذرهم فلا عهد ولا ميثاق فهم وشارون سواء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا هيئة هم العدو فاحذرهم فلا شرف عندهم في الحرب والغاية مبرر لكل افتراء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا هيئة الأمم انصفي شعبا عظيما بمكيال يصلح صباحا ومساء. الله أكبر. يا دولا كبرى لا تأخذ شعبا بجريرة قلة على تطرف وانطواء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا سيسي كفاك ذنوبا فقد أرويت أرضنا والكنانة بالدماء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا بعض حتالات الخليج من آل نهيان وخادم لكل من يكن للحرمين العداء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شعوبكم يا من جزعتم من ربيعنا العربي تراقب كل ما يجري ظاهرا وخفاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ستشربون قريبا ما شرب الطغاة قبلكم
فمن جنس العمل يأتي الجزاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا شرفاء العالم، يا سنداً لنا، هيا معاً لننفذ حكم القضاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا شرفاء الوطن، لقد كشر الانفصاليون عن أنيابهم، فإما الحكم وإما الفناء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا شباب الفجر، هيا بنا نحمي وحدة الوطن من المتربصين به صباحاً ومساء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فشهادة التاريخ تخبر عن من ضحى في سبيل وطن واحد وسلم للأمير بكل رضا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فرحمة الله عليك يا سعداوي، يا عظيماً، يا من آثرت ليبيا فكان لها البقاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هيا بنا نحدو حدوه، فلا مكاسب ولا مناصب، بل وطن واحد يطال السماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير، 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 النافير، النافير، ثورتنا ثورة 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 تكبير، النافير، النافير، جاك الهم، جاك الهم، يا داعش قداف الدم، يا داعش قداف الدم، يا داعش قداف الدم، يا داعش قداف الدم، يا أحمد قداف الدم، يا أحمد قداف الدم، يا أحمد قداف الدم، تكبير، 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 تبرق يا أرض الأحرار للزوبر لامان العار، 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 درنا يا بلاد الصحابة للزو للزوها العصابة، للزو للزوها العصابة، درنا يا بلاد الصحابة للزو للزوها العصابة، درنا يا بلاد الصحابة للزو للزوها العصابة، درنا يا بلاد الصحابة للزو للزوها العصابة، درنا يا بلاد الصحابة. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. حفت عندما وقع الهجوم العدواني أو الفوضوي على خزانات النفط في طريق المطار، انطلقوا ثوار مدينة غريان للحفاظ على العاصمة وللحفاظ على ممتلكات المطار، مطار طرابلس الدولي، ولكن ونحن نعد العدة للحفاظ على المطار في ذلك اليوم وللحفاظ على ما تبقى من خزانات النفط، فوجينا بليلة مظلمة تم فيها قصف قواتنا أبناء غريان، أبناء بالروح بالدم نفديك يا غريان، بالروح بالدم نفديك يا طرابلس، بالروح بالدم نفديك يا مصراتة، بالروح بالدم نفديك يا ليبيا. في مثل هذا اليوم وكان إخوة لي كنا، كان هدفنا الأساسي هو الحفاظ على مطار طرابلس بعد أن تعرضت خزانات النفط للهجوم، وكنا نعد العدة سواء كانت سلمية أو عسكرية للحفاظ على مطار طرابلس، ولكن للأسف فوجينا بطائرات في الساعة الواحدة والنصف ليلاً
على معسكر غريان في وادي الربيع، كنا نعد العدة للحوار مع التوار للحفاظ على المطار، ولكن للأسف سبقونا وغدروا بنا واستشهد كل رفاقي